حبايبي بيت فايف، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله النهاردة هنحاول نخلص أكتر من حاجة، أهمهم الدرس الجميل ده. الراجل الجميل ده بيقول لك كالكوليت اريا وذ دايمنشن. هبتدي أسأل سؤال، في حد مش عارف يعني إيه كلمة اريا؟ لا. طب استنى. اريا يبقى حاجة من اتنين، يا تقول لي اريا اوف ريكتانجل يا اريا اوف سكوير. لما اقول لك اريا بس، لما اقول لك كلمه دايمنشن تقول لي دي مش في السكوير، دي في الريكتانجل. طب ليه قلتها في الريكتانجل؟ قال لي عشان الريكتانجل عنده لونج وعنده شورت، عنده هنا دبليو عنده هنا ال، عنده لينث وعنده ويدث، فسموهم دايمنشن. أول حاجة لازم أتعلم أفك العنوان. اريا، حاضر. اريا أنا أقدر أشتغل على تو شيبس، ريكتانجل وسكوير. بس لما أقول لك دايمنشن يبقى أنا قلت لك هنشتغل. فيبقى لما نلاقي كلمة دايمنشن ما نتخضش منها. دايمنشن يعني يقصد بيها اللينث، ويقصد بيها الويدث. بس الخط الاسود ده فاصل صفحتين، القلم ما يشتغلش فيه، ده اللي خلاها اتحركت. لغايه كده في مشكله؟ اسال بقى اهم سؤال. لما اقول لك انا عايز دلوقتي اريا بتاعت ريكتانجل، اريا اوف ريكتانجل، هترد تقول لي ايه؟ بناخدها واحنا في جريد 3، كمان خدناها في جريد 4 وخدناها في الفيرست تيرم. حد فاكر؟ ها؟ شكرا. ادي دي الرول اللي انا عايزك تفتكرها. كل الزيطه دي عشان افتكر لو اريا في ريكتانجل اقول في مشكله؟ يعني انا لو جيت قلت لك كده ريكتانجل هوز دايمنشن 3 و 5 then الاريا ايكوال، هتقول لي ايه؟ يعني 3 تايمز. في مشكلة؟ طب لو انا قلت لك هاف و 4 تايمز 4. الله، يعني يا مستر لما اديهم لك نمبر هول يختلف لو انا اديتك فراكشن؟ اقول له لا، الاريا اعمل للاثنين دول ايه؟ في مشكله؟ لا. نسال بقى السؤال الاخير، هو احنا خدنا المالتبلاي بتاع الفراكشن؟ اه. بس يا حبيبي، حد فاهم حاجه؟ محدش فاهم؟ طب تاني، لو انا قلت لك الدايمنشن 3 اوفر 2 و 3، عايز الاريا هتعمل ايه؟ تقول هعمل تايمز، في مشكله؟ طب يبقى ادي ده الدرس. ايوه، يبقى انت دلوقتي الدرس ما فيهوش مشكله، انت مشكلتك لما ادي لك فراكشن ازاي اعمل لهم تايمز. احنا نسينا صح؟ الله عليكي. بص قالت لي ايه؟ قالت لي اي هول يبقى اوفر 1. طب وبعد كده النيمو مع النيمو اعمل لهم تايمز، والدينومينيتور مع الدينومينيتور اعمل له. طب تعالى مستر بالراحه كده عشان احنا ناس غلابه وانت جريت بسرعه. طب يا مستر فرضا لقيت ميكسد نمبر، هل ينفع اعمل ده تايم ده؟ لا، احوله امبروبر. حلو، فين بقى اللي قال لي احوله امبروبر؟ استوب، في حد جديد. شكرا يا هان. تعرف تعمل لي ده امبروبر؟ الله عليكي. طب ينفع اضيف معلومه صغيره وانا رايح ما اروحش بايدي؟ طب اروح بمين؟ اروح بمين؟ يبقى الدينومينيتور اخده معايا، ما اروحش بايدي فاضيه. ده ميكسد، ما اروحش بايدي فاضيه، اخد الثري زي ما قالت زميلتكم. اعمل ايه؟ 9 تايم 3 27، اطلع بيها فوق واعمل بلس. حد عنده سؤال؟ طب نقول تاني. طب حد من الحبايب اللي ورا ينفع يعمل لي ده؟ ها؟ حبايب اللي ورا، ماشي. فارس، ها؟
ده ميكسل خليه بروبر، ما روحش بيدي فاضيه، ما روحش بيدي فاضيه. ايوه كده، اخد الفور معايا 6 تايم 4 24 واعمل لها 27 بلس، يبقى هنا 27 بلس 1 28 وهنا 24 بلس تديني 27. ادي اول حاجه عملتها. حد عنده سؤال؟ طب نعيد تاني؟ نعيد تاني؟ متأكدين؟ طب تعالى نعيد تاني؟ مين عايز نعيد؟ حاضر حبيبي، تعالى نلعب مع الراجل ده. عمو عمو عمو، تعالى هنا يلا. ها؟ ده ميكسد. نعمل ايه؟ عايزه فراكشن عادي. طيب الفور. طيب بص كده، ما اروحش بيدي فاضيه الاول. اخد الطبق كله. اخد الفور. اخد الفور. حلو. حضرتك ايه التايم فور بكام؟ انا ما اعرفش. التايم فور تقريبا هي 30 وشويه، وانت عارف بقى. ايوه كده، ومعانا كام؟ شطوره حبيبي، شطوره شطوره، كبرت حبيبتي كبرت. ها يلا حبيبي، ها خلاص انجلينا. ما اعرفش بيدي فاضيه، خدت ال 7 1 تايم 7 لغايه كده في مشكله؟ لا. تعالى بقى نعمل ازاي اخد الراجل ده مع ده، نعمل تايمز. ممكن نسمع؟ طيب ادم انا بحبك وانت زي العسل، بس اول ما تديله سؤال سبحان الله يبقى بطه بلدي، لكن سؤال غيره تلاقيه بيجاوب لا اله الا الله. اعمل ايه يا مستر؟ والله ما بعرف. طيب ماشي، يبقى انا هاخد ال 28 اوفر 3 هعمل لها تايم 27 على الفور. مين بقى فاكر الجزء ده؟ ده التكمله بتاعي. يعني انت قصدك درس النهارده كلمه اريا لينث تايمز ويت، خلص الدرس، رجعتك على الدرس القديم. حد فاكر بقى هنا بنعمل ايه؟ استنى بص عليا، مالك نسيتي؟ طب نقول سوا. حاضر ياسين. 3 تايمز 4 3 تايمز 4. طيب بص حبيبي، انت صح بس انا اديك الاصح، اسمع لو سمحت. لما اجي اعمل تايمز ليه ما اعملش زي ما قلت مع هنا؟ ده تايم ده وده تايم ده. حبيبي كان النمبر صغير، لما تبقى مسالتك بالشكل ده تقول انا لازم اعمل سمبليفاي، يعني ديفايد. فانا همسك الراجل ده بايدي كده واقول له 28 تقبل مع ال 3؟ يعني 28 في تيبل 3؟ لا. ما سيبهاش، اروح مع الفور. عندي حاجة في تيبل 4 تديني 28؟ فكر براحتك. طب فكر تاني. 7. بص بقى تاني، انا ما اروحش اعمل تايمز، ما ينفعش تقول لي اعمل سمبليفاي. يعني ايه سمبليفاي؟ يعني اعمل ديفايد. يعني ايه ديفايد؟ ايدي على الراجل ده واجربه مع الدينومينيتور الاولاني، ما طلعش في تيبل 3، اروح اجربه مع الثاني طلع في تيبل 4. يبقى انا هاجي هنا اقول هعمل ديفايد 4 واطلع لدي ديفايد 4 تبقى كام؟ 7. هل انا كده خلصت؟ اقول له برضه لا، زي ما لعبت مع ال 28 ايدي تروح لل 27. يا 27 دي طبعا بقى 1. انا بعمل سمبليفاي اي حاجه اب مع اي حاجه داون. يا 27 تنفعي اعملك ديفيزبل 3؟ ايكوال. بص بقى تقولي بقى ال 27 هعمل لها ديفايد 3 9، ال 3 ديفايد 3 ايكوال 1. هل في حاجه تاني؟ اقول له لا. تعالى بقى نكتب اللي اتبقى، هحلها لك تاني. اقول له هنا اتبقى 7 تايمز وهنا اتبقى 9، 7 تايم 9 هنا 1 تايمز 1 وتخلص المساله. هناخد دي على جنب ونقولها تاني، بس خد بالك درس النهارده ما هواش جديد، ده درس اريا لينث تايمز ويتس بس.
امال ايه هعمله بعد كده؟ ان انا اديلك ميكسد اخليه امبروبر، وبعدين هعمل سمبليفاي يعني ديفايد. هنعيد دي تاني بالراحة في صفحة جديدة. حد عنده سؤال؟ طب يلا بينا نقولها تاني. بص كده، الراجل الجميل ده كان مديني ريكتانجل، كان مديني هنا 9 وثيرد وهنا 6 وثري كوارتر، 9 وثيرد وهنا 6 وثري كوارتر. اول حبيبي ما تلاقي دول ديفرنت يبقى انت ريكتانجل. دول ايه؟ يبقى انت عاوز ايه؟ والاريا عباره عن ايه؟ شكرا. يبقى انا هاخد الراجل ده التايم ده. طب عايز تكتبها انت حر، عايز تحول من ميكسد لامبروبر انت حر. نكتبهم ولا نروح هنا ونحول؟ حاضر، يلا نقول تاني مع بعض. وصدقني تاني، التكرار هو اللي يثبت المعلومه. يلا انا عايز الراجل ده، هنقول نعمل ايه؟ اللي اتكلم معايا ما يقولش تاني، وحد غيره يبتدي يقول. طب يلا استنى بس عليا، مروان طه، انت اخو مروان، شفت؟ سبحان الله، ما انا بدات اجمع اهو. ها يا طه، نعمل ايه ده؟ انا اخد السرير. الله عليك، ما اروحش بيدي فاضي. 9 تايم 3 27 27 بلس 1 28. شكرا حبيبي. يبقى انا خدت الراجل ده طيب، اداني 27 وبلس. اكتب كده فرقه الاجابه. يلا يا عبد الرحمن. حاضر يا انجلينا، انا شايفك. ها ناخد الفور، نعمل 6 تايم 4 ايكوال 24 على مهلك. هعمل لها بلس ايكوال 20. يبقى انت كل اللي عليك ان انت هتاخد الراجل ده تايم ده. شكرا يا عبد الرحمن. يبقى دي 28 اوفر 3 وادي 27 تايم 4. ليه يا مستر ما عملش تايمز؟ هيدي لك لارج نمبر. انا بحاول اعمل سمبليفاي، ابسط المساله. اقول تاني؟ اقول تاني؟ يعني ممكن اعمل ده تايم ده وده تايم ده؟ ينفع، بس حبيبي هتحتاج بعد كده تعمل لونج ديفيجن. طب وليه؟ طب يبقى ايه الافضل؟ وانا هنا هنعمل ايه؟ سمبليفاي. يعني ايه سمبليفاي؟ ويعني ايه ديفايد؟ يعني تمسك حاجه من النيمو اللي فوق وتجرب تنفع مع حاجه من اللي تحت، لكن هل ينفع ده مع اللي قصاده؟ لا. يبقى اي حاجه فوق مع اي حاجه تحت. وكلمة أي حاجة فوق يعني أنا بشوف ده ينفع مع الفور ولا لا؟ ينفع مع الثري ولا لا؟ أنت حر. أي حاجة من فوق مع أي حاجة من تحت. أقول تاني؟ لا. متأكد؟ نقول تاني؟ يسرى معايا؟ حاضر. يلا كده، عايز حد يعمل السمبليفاي؟ يلا عشان أدخلك في الحل. أنس أنت جاوبت. ماريا مش فاكرة حاجة؟ طيب ملك، هنشتغل ال 28 مع مين؟ حلو خالص، الراجل ده مع ده. اجي اروح اقول كده انا بعمل ديفايد 4، يبقى انا هطلع لده ديفايد 4. 4 ديفايد 4 تكنسلها وتكتب 1. 28 ديفايد 4 اكنسلها واكتب 7. عيد تاني، فارس معايا؟ طب عشان خاطري خلي بالك، جزء السمبليفاي هو الدرس. خلصنا دي، ايدي تروح لل 27، تلعب مع مين؟ يبقى انا هاجي اقول الراجل ده ديفايد 3 اب وداون، اكنسلها 1، اكنسلها 9. اسال نفسي ايه اللي اتبقى فوق؟ 7 تايم 7 تايم اهو 1 تايم 1 ودي تديني 6 3. ولما يديني هنا، بص حبيبي بقى، سنتيمتر سنتيمتر، يبقى اليونت بتاعتك سكوير سنتيمتر، يبقى الاريا سنتيمتر، واحط فوق منها 2 اسمها سكوير سنتيمتر. حد عنده سؤال؟ يا ريت ما تتخضش. طب ينفع نعمل ستوب ونروح رايحين على كتاب ام ناصر ونشوف هتعرف ايه؟ حبايبي يا مستر، انت شرحت حاجه وبعدين اديتني حاجه، انت بتقول لي انا عايز الاريا الاوبوزيت ريكتانجل. لما ادي لك موديل ده شغل من جريد 3
وجريد 4 لما يديني موديل ويطلب مني الاريا، الاريا بص اشتغل انسايد 1 2 3 4 5 6 7 8. طب ايه رايكم؟ هلا قالت لي طريقه ثانيه، بس تعالى اقول لك ثاني حبيبي اسمع الكلام عشان ما نضيعش وقت. لما ادي لك موديل وعايز اريا تعمل ايه؟ تعمل كاونت انسايد 1 2 3 4 وتعدهم، في مشكله؟ لكن بارامتر اشتغل اوتسايد. هلا قالت لي طريقه ثانيه، قولي 4 times 2. دول 4 1 2 3 4 ودول 2 فعملت 4 تايم 2 واختارت الانسر 8. نقول ثاني؟ الناس اللي كانت معايا صباح الفل، لو لقينا موديل وعايز اريا اشتغل كاونت انسايد، اعد اللي جوه كام سكوير. طب في طريقه ثانيه؟ دول 1 2 3 4 بقى اللونج 4 والويدث 2 4 تايم 2. حد عنده سؤال؟ ندخل في الغويط؟ جاهز يا ابن العوامه؟ حاضر. انا مش هقعد على الثانيه. حاضر يا استاذ انس، هديك فرصه حبيبي. لا ده انا عايزك تحل، انا مش عايز اورال، عايز اريا وفريكتانجل وادي لينث وادي ويدث، عايز اشوف ستيبس. حاضر، صدقني انا مبسوط ان انت متجاوب معايا من اول حصه. هديكوا فرصه، يلا حبيبي. طيب تعالوا كده مع بعض، هناخد واحده كمان ونقول للدرس باي باي عشان عندي درس بعديه احلى منه. انت مديني الاثنين دول وقلنا اريا، اريا للريكتانجل نعمل ايه؟ ارقام صغيره فنعملهم. طيب الله عليك، انت قلت لي اسمك ايه؟ مصطفى. يبقى انا يا مستر هاخد ال 2 اوفر 3 وهعمل لها تايم ال 2 اوفر 5. هديك بقى معلومه صغيره، حتى لو النمبر صغير يا ريت برضه تسال في سمبليفاي ولا لا؟ هيفرق؟ لان ممكن ما تلاقيش الانسر وتتخبط. مفيش يا مستر. برافو عليك يا ادم. هنا 2، هل ال 3 تيبل مع ال 2؟ لا. 5 تيبل مع ال 2؟ لا. في ثانيه بشوف في سمبليفاي ولا لا؟ عايز تقولي حاجه؟ متاكده؟ شكرا. يبقى ال 2 تايم 2 تبقى 4، 3 تايم 5 15، وادي الانسر. نعمل بقى ستوب. نعم يا بابا. ولا يهمك حبيبتي سلامتك. لا ملك، ستوب يا ملك. بص حبيبي، كلكم اخترتوا نمبر بي الانسر، صح؟ انا بقى بسالك، هو انا بختار ليه؟ مش المفروض ان انا بحل؟ فراحت انجلينا قالت لي عملت 2 تايم 3 بقت 2 تايم 1 وده 15، قلت لها جميل، وهنا 3 تايم 1 ب 3 وادي 40. هو سؤالي انت ليه حكمت ان ده لزن ده؟ هو ده سؤالي. ليه؟ هو انا مثلا ده ابن ناس، ده مش ابن ناس؟ مش في حبيبي طريقه؟ افهم بقى لو سمحت. ممكن؟ استنى بس. بص حبيبي، يا رب نسمع الكلام. لما يبقى عندك حبيبي تو فراكشنز، انت واخد درس اسمه الكومبير. مورين خدي بالك، مش هضيع وقت تاني. حبيبي لما يبقى عندك تو فراكشنز، تعالى كده نروح للشارع بتاعنا ونفتح صفحة وافكرك احنا بنختار ازاي. لو انا معايا 2 ثيرد ومعايا هنا 3 فورس، which is bigger؟ تقول لي معرفش. طب اعرف ازاي؟ هو ده اللي انت تتعلمه. تقول لي اخد الراجل البعيد ده يروح يعمل تايمز، ما ارجعش بيدي فاضية، اخد ده يعمل تايمز. فهمت حاجة؟ تاني، دول 2 فراكشنز، عايز اعمل كومبير، عايز اعرف مين البيجر. مش بعناية يا حبيبي، لا ده انا لازم الدينومينيتور يبقوا زي بعض. طب اخليهم ازاي؟ اخد البعيد يجي يعمل تايمز فتبقى 8، ما ارجعش بيدي فاضيه يبقى 9. الله، ده بقت ال 9 اكبر. اشمعنى؟ ما هو ده هيعمل تايم لده يبقى 12 وده 12، فبقى عندي الدينومينيتور ايكوال. لما يبقى الدينومينيتور ايكوال بداريه واطلع فوق which is bigger. نقول تاني بالراحه بعد اذنك، لما اجي اشرح تمسكش قلم، خد بالك من طريقه الشرح. نعيد تاني، انا معايا 2 فراكشنز. انجلينا خدي بالك، ال 2 فراكشنز دول الدينومينيتور ديفرنت، اللي تحت مش زي بعض، ما ينفعش اعمل كومبير. طب انا عايزهم يبقوا زي بعض، اعمل كروس، ده يروح هنا
ده يجي هنا رايح جاي بعمل تايمز. اعيد تاني او تاني. لما بتعمل كده حبيبي شوف اللي فوق بقى ايه. 8 9 خلاص يا ناين انت البيجر. ادي دي طريقه الحل. طب تعالى كده نطبق على مسالتكم بعد اذنك. مسالتي كان عندي هنا 2 over 15 صح؟ اه. وكان عندي هنا 3 over 40 مش كده؟ اه. اسمع بقى حبيبي، انا عايز اعرف زي بعض ولا لا؟ اخد مين؟ 15 واروح بيها عند مين؟ زي واعمل تايمز، ما ارجعش بيدي فاضيه، اخد مين؟ ال 40 في مشكله؟ لا. طب عيد تاني؟ لا. اسمها كروس مالتيبيكيشن، سيزر مقص. يلا نلعب 2 تايم 40 8. بص ادي الزيرو 2 تايم 4 8. تعالى هنا 45. حلو خالص حبيبي. تفتكر بقى مين البيجا؟ يا رهوي يا ياما حضراتكم بتحبوا كده بعينيك. طب ليه؟ اقول تاني حبيبي. طب بعد اذنك وانا بشرح ما تمسكش القلم ولا تعدل وقول لي لو مش فاهم اعيد تاني قبل ما انقل على حاجه جديده. تفضلي يا اختي. واحنا ينفع بقى نعمل كروس؟ اه طبعا. امال اخليهم ايكوال ازاي؟ لا مش لازم نعمل فوطه مثلا 2 تايم 3 و 4 لا لا. بص يا بطل، بص يا حبيبتي، يبقى انا بعد اذنكم بس اروح كده واقول له بعد اذنكم انتوا تسرعوا. اسمع يا بابا، انت عندك في الكومبيرنج للفراكشن ما ينفعش الا لما يبقى الدينومينيتور زي بعض. عشان يبقوا زي بعض حبيبتي يا عمر يا عمر اسمعي، عشان الدينومينيتور يبقوا زي بعض اسهل طريقه الكروس. ال 40 تيجي تعمل تايم هنا، ال 40 تيجي تعمل تايمز هنا، ال 15 تروح تعمل تايمز هنا. سوري اهدى بس اهدى معاك عليا. وبعد كده حبيبي تكتب الانسر وتبدا تعمل كومبيرنج زي ما احنا عملنا هنا. لقينا الغلبانه دي معلش يا طه خد بالك بقت هنا 80 بقت هنا 45. تسال نفسك ويتش از بيجر؟ اكيد يا مستر بقت دي. فتبقى الانسر بتاعتك لو سمحت ما ينفعش تتسرع. بلاش كده التسرع اللي هو ايه؟ مين هيجاوب الاول؟ دي مش في الحسبان بتاعتنا على فكره. طب انقل على حاجه جديده ولا ايه الاخبار؟ طيب وادينا اهو عملت لك دي مرتين، وادي الصوره بتاعتها، وادي دي خلصناها. تعالى